اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. سفرتي النهارده انا طلبات سفره حلوه قوي، سفره المتسابقه اللي كسبت معايا اول فائزه النهارده استاذه تريزا سليمان، معايا على الهواء مع طلبات مارت. ازيك؟ اهلا عامله ايه؟ بيكي. كل الحمد سنه وانتي لله طيبه. وانتي طيبه؟ ايه الاخبار؟ اخبار الحمد لله. المسابقه ايه؟ احكي لي جميله المسابقه. عملتي ايه عشان تشتركي؟ انا شفتك عاملاها على الانستجرام اوكي، وشفت المطلوب اللي اتعمل، طلبت الشروط. الاوردر وخدت البرومو كود ونزلته وعملت الوصفة وبعتها طلبتي الاوردر منتهى السهولة اكيد، صح؟ طبعا سهل جدا، اقل من تلت ساعة كان وصل، يعني حقيقي عشان احنا حقيقي. قلنا للمشاهدين الاسبوع اللي فات ان طلبات مارت بتطلبي الحاجة بتجيلك فعلا في 20 دقيقة، فالناس قعدت تبعت لي تقولي بجد لا 20 لا هي دقيقة فعلا هيجي فعلا بالظبط ربع ساعة، ولقيتي كل حاجة محتاجاها للقطايف. حتى الحاجات اللي ما كانتش موجودة في اي ماركت تاني كنت بلاقيها عندهم. حلو قوي. النهارده انا عايزه اشرح لكم حاجه، انه انا اخترت المتسابقه اللي هتكسب معايا بناء على ايه. هي الفيديو بتاعها كان حلو قوي، ان هو كان كامل، يعني هي بينت لي من اول العجينه خالص. انا قلت اعملي القطايف صوريها، هي بينت لي من اول العجينه البيتي بقى العادي خالص، وبعديها راحت عملتها اللي هي العصافير الساقع، وبعديها حشيتها وعملتها المحمره وعملتها بالشربات، فعملت لي كل انواع القطايف اللي ممكن حد يعملها في البيت. فانا الفكره، عشان في ناس بعتت لي تقول لي انا مصوره بروفيشنال فيديو، انا مش عايزه بروفيشنال فيديو، مش عايزه كاميرا جباره، ولا عايزه فيديو يبقى اعلان، انا عايزه بس تبيني الستبس كلها للمشاهدين بتوعي على انستجرام، وتعملي البرومو كود الصح مع طلبات، وتطلبي الاوردر باسهل طريقه، يجيلك في 20 دقيقه فعلا لحد باب البيت، لو ما عندكيش وقت تنزلي مع الفطار والضغط بتاع رمضان هيجيلك بمنتهى السهوله.